راضي بس يا عم فواز؟ يا سلام، والاستاذ عبوده كمان، هو في اغلى منك. اتفضل اتفضل استاذ عبوده. والله ضحكتني يا عم فواز واستاذ عبوده. الف سلام عليك يا نور. انا اول بقى ما عرفتني خالته مرادي بعد ما كلمتها بقى بالتليفون الجديد ده، قلت لا انا لازم اجي، ده واجب برضه. بمناسبه بقى الموبايل الجديد بتاعي، يلا بقى ناخد صوره بقى كلنا سوا. يلا تعالى يلا 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 يا عم فواز. يلا عايزكم تضحكوا يا جماعه علشان الصوره. ايوه كده، بيني بيني العروسه. شيز، الله، صورة جميلة جميلة. الموبايل ده على فكرة بكاميرتين، يعني ممكن اصور نفسي وفي فيديو كمان. الصورة بقى تانية علشان شعر الواد راضي كان منعكس. يا جماعة الدكتور ياسين والد الأنسة نور. أهلا وسهلا. نوال هانم يا دكتور، والدة الأستاذ راضي. أهلا وسهلا. ألف سلامة للأنسة نور. ألف سلامة للأنسة نور، حضرتك اتفضل، يعني ألف سلامة عليها. طب ما تيجي تاخد لك صورة كده بالموبايل بتاعي. يلا بقى، من نصيبك من نصيب. بقول ايه يا نور يا حبيبتي، مش تستريحي بقى وكفاية كده؟ طيب نستأذن احنا بقى. ألف سلامة حبيبتي، يلا باي باي. أنا أنست وشرفت. الله يخليك. يلا يا عبود. عم نور، بايخ يعني متشكرين قوي يا جماعه، ما نتحرمش منكم. بقول لك عم فواز، اتفضل بديهم لنور وما تخلوش يشرب منهم. بقول لك عم فواز، هو الراجل ده يعني غني قوي 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 يا عبوده؟ قوي قوي ايه يعني؟ هيكون معاه موبايل بكاميرتين. حسام، قول لي بصراحه، انت ليك اي علاقه بقتل مرتضى؟ يا ماما انا ماليش اي علاقه بقتل مرتضى ده اساسا. انا كنت متضايق شويه، قلت اغير جو مع ايمن صاحبي في اسكندريه. حسام اوعى تكون بتكذب يا حسام. انتوا ليه مش عايزين تصدقوني؟ انا بقول لكم الكلام الصح. اسالي بابا نفسه في الموضوع دوت. بابا سافر النهارده الصبح. ولا تيفه، امسك يا عم. مظبوط كده؟ ده كده زياده قوي. يلا يا عم خلي بقى علشانك يا عم، ان شاء الله ما حد حاول. بقول لك انا تيفه، انا عايزك تعلي صوتك كده بقى في القهوه والمنطقه كلها، اللي ليه حاجه عند الاستاذ عبوده يجي ياخدها مني. انا الحمد لله يا جماعه، الحمد لله ربنا كرمني من واسع، الحمد لله. والله يا جماعه ارزاق ارزاق، ومحدش فاهم حاجه سيسي. بقول لك ايه يا عبوده، هو الراجل الخليجي هو اللي اداك الموبايل ده؟ ايوه يا اسماعيل يا سباك. بس ايه الراجل ده من الخليجي عادي يعني؟ لا ده خليجي ليبي. وتعرفت عليه ازاي يا عبوده؟ اقول لك يا طنطا وخراب، في حفله كده من بتوع الاغنيه دول، بس مش ده المهم يعني، مش ده المهم خالص. انا اكتشفت يعني في الاخر ان يا ابن ادم اجتهد واتعب وكد، وبعد كده بقى الارزاق بقى بايد ربنا جايه جايه. وعملت ايه مع بيومي يا عبوده؟ والله يا معلم حمدان، يعني هو خد مني حقه تالت ومتلت على الجزمه القديمه، خلاص ما بقاش ليه مليم عندي. ولا تيفا، نزل لي هنا بقى احلى واحد بندق لاحلى واحد في مصر العربيه كلها على حسابي. بقول لك ايه يا عبوده يا سيري، عايز اقول لك على حاجه كده بس جوايا وانا على استحياء منك. يا راجل ما تقولش كده، ده الليلادي دي المفترجه انت تطلب تنور. طب يا صاحبي، ما دام ربنا موسع عليك كده والعمليه مبشننه قوي، يا ريت تدفع لي حق العجله اللي انت دغدغتها. تصدق وتأمن بمين يا سيدي؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. والله العظيم يا أخي أنت ما عندك دم، لأن لسه عزمك على بندق ولسه مصورك بالموبايل أبو كاميرتين بتاعي، وكمان عايز تاخد مني حق تصليح العجلة. أنت ما تقعدش معاك أصلا يا سيسي. سلام. أوعد سعادتك يا فندم إن إحنا نوصل للجناة في خلال ساعات مش أكتر يا فندم. تحت أمرك. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. تمام فندم. ده بيان كل المكالمات اللي اتكلمها والاستقبالها خلال ال 48 ساعة اللي قبل الحادث. مدكور ابو العز وصبري عبد العزيز مدير مكتبه. الظاهر ان احنا قربنا قوي يا منير. خليجي ليبي. ايوه يا هدى، ايه مش مصدقه ولا ايه؟ ده راجل بقى خالي غني يعني غني بفترع، معاه فلوس كتير قوي، ده اقل دولار معاه يعدي ال 500 جنيه. وده مين اللي عرفك عليه؟ واحد صاحبي يا خالي. صاحبك ده اللي لقى الحاجة؟ لا، هو واحد صاحبي تاني بعيد خالص، ده في بلد والتاني في بلد خالص. مش هتفتحوا بقى الهدايا؟ خدي خدي يا هدى هديتك. ميرسي يا عبود. هديتك يا خالي يا حبيبي. ايه رأيك بقى؟ كتاب طهي باللغة الصينية. طب وانا اعرف صيني منين يا ابني؟
انا عامل حساب يا خالي. جبت لك اهو كتاب كيف تتعلم اللغة الصينية في 1000 يوم. متشكر يا عبودة. افتح بقى هدى بك وفرحينا بقى كده اهو. مفاجآت مفاجآت. جراف موبايل؟ ايوه بس جلد طبيعي، جلد ثعبان يا هدى على فكرة. ها مبسوطة بقى وطايرة من الفرح كده؟ قوي. الله، ولسه يا جماعة دي لسه هتزهزه. ايه بقى رأيكم في الحوش ده يا بنانيت؟ حلو قوي يا عبودة. ده لحمة بلدي على فكرة. بس ده شكله غالي قوي يا عبودة. ما يغلاش عليكم يا حبايبي، وبعدين مش على العبودة يعني. عبودة بس انت ما قلتليش ايه اللي في الكيس ده؟ اقول لك يا ستي، دي بقى مانجا، مانجا من اللي سيدة بتحبها وعينيها هتطلع عليها ومش عايزة تقعد معانا، مش كده سيدة؟ والراجل الخليجي ده؟ خليجي ليبيا. ايه الخليجي الليبي ده ياما؟ هيشغلك ايه بقى ان شاء الله؟ ان شاء الله يعني سكرتير سواق طبعا ياما. وهيشغلك عنده، وقبل ما تشتغل هيديك فلوس ليه؟ هي الحدايه بتحد في كتاكيت ياما. الراجل ده غني قوي ومش فارقه معاه، وبعدين يعني ابنك بسم الله ما شاء الله مش شويه يعني. برضه مش مصدقه يا دي الواد. هيشغلك انت سواق ليه؟ من قله السواقين؟ بكرة تشوف يا سيدة ابنك عبودة لما يتذكر اسمه في اي مكان ايه اللي هيحصل. ايه اللي هيحصل؟ هبقى علامة، هبقى ماركة مسجلة، وساعتها بقى هيسموني عبودة ماركة مسجلة. امسك يا مولة. ايه دول يا عبودة؟ لا طبعا مش هاخد منك حاجة، انت محتاجهم اكتر مني. محتاج مين يا بنتي؟ ما خلاص. لا وبعدين ايه يا امل؟ ما انا ايام ما خدت منك يا امل يعني. قوم بقى يوم ما ربنا الحمد لله رب العالمين يكرمني كده ويفتح لي بيبان رزقه الواسعة، ما تاخديش من عبودة اخوك يا حبيبك. ساكي. ربنا يخليك ليا يا حبيبي. ويخليك ليا يا امولة حبيبتي. ها قولي لي بقى عامله ايه في الشغل؟ الحمد لله. هو صحيح قرف وشقة، واحد بيقابل اصناف واشكال، بس برضه احسن من القعدة. ان شاء الله هتقعدي من الشغل ده خالص ومش هتحتاجي له خالص بعد النهارده. بس ربنا بس يسهل اليومين اللي جايين دول ويعدي على خير. انت عارفه يا بنت امل، انت تعبت وشقيت زي اخوكي بالظبط، ولازم بقى يجي اليوم اللي تستريحي فيه بقى عشان نفرح بيكي بقى. انت بتقول ايه يا عبودة؟ انا مش ممكن اتجوز حد غير صلاح، ولا انت نسيت انه خطيبي؟ يا ستي ما نسيتش، بس هو يجي، بس هو يجي يا امل، وانا هعمل لك بقى حته دين فرح يتحاكى بيه اهالي الحارة كلهم. هجيب لك 2 دي جي، وهفرش لك الارض نشارة خشب من اللي هي الملونة دي يا امل، وهعمل لك بقى ايه اكبر صوان. بس هو يجي بس. ان شاء الله هيجي يا عبد. ياه للدرجة دي يا امل؟ انت مقتنعة ان هو هيرجع؟ طبعا يا عبودة. اللي زي صلاح ربنا بيحبه، ان شاء الله هيحفظه ويرجعه لنا بالسلامه. بتحبيه انت يا امل صح؟ بتحبيه انا عارف. على فكره انا بحبه قوي انا كمان يعني، علشان هو جدع يعني، ولما كنت بتزنق وانا صغير كان بيسلفني. انا كل اللي ساعدوني وانا صغير هظبطه. قول لي بقى ايه اخبارك مع هدى؟ اقول لك يا ستي، شوفي بقى يا امل، انت مقتنعة بصلاح قد ايه؟ هدى بقى مقتنعة بيا كده هو نقدك 10 مرات. ما تقنعنيش بالعافية يا بابا. عبودة رومانسي ازاي يعني؟ هي الرومانسية كده من وجهة نظره. ما شفتيش الفرحة بتنط من عينيه ازاي وهو بيديك الجراب؟ وفي واحد بيحب واحدة وعايز يعبر لها عن حبه، يجيب لها جراب موبايل؟ لا وايه، مش اي جراب، ده جلد ثعبان طبيعي. حد يعمل كده؟ عبودة. عارفة يا هدى أنا بحب عبودة ده ليه؟ ليه يا بابا؟ بيفكرني بأيام شبابي، أيام ما كنت بحب أمك الله يرحمها. معقولة يا بابا؟ أيوة كنت زيه كده بالظبط، عمري ما مريت بتجربة حب لغاية لما شفت أمك الله يرحمها. كانت جميلة وزي القمر، ومن عيلة كبيرة ووحيدة أبوها وأمها، وانا كنت جرسون صغير بشتغل في محل في وسط البلد، وكانت دايما تيجي تاخد الشاي بتاعها في ميعاد محدد. ما
كنتش عارف اعبر لها عن حبي ازاي، بس كنت مصدق انها ممكن تحبني لحد ما هي نفسها صدقت رغم اعتراض اهلها. عبودة برضو يا هدى يا بنتي مصدق انك بتحبيه، انت كمان صدقي وحاولي تحبيه. تصبحي على خير. وانت من اهله؟ عبودة رومانسي.